مزار في بغداد الكاظمين سلام الله عليهما، منار فكر ومشعل ثورة تصحيح وإبداع، أثر ودليل على القضية المهدوية الكبرى، مرقد للسفير الثالث للإمام المهدي عليه السلام، السفير الشيخ الحسين بن روح النوبختي سلام الله عليه، الواقع في منطقة الشورجة في بغداد، قبلة الزوار، بقعة القداسة وروضة التهليل والتسبيح والتكبير. حديث عميق وموسع جدا عن الشيخ أبو القاسم حسين بن الروح النوبختي رضوان الله عليه، كونه أحد سفراء الإمام المهدي سلام الله عليه وهو السفير الثالث، وكانت مدة سفارته ما يقارب 21 سنة، وعند بعض الرواة بأن كان مدة سفارته 23 إضافة إلى السنتين التي قبل سفارته الفعلية، كان هو مهيئ نسبيا بأن يكون هو السفير الثالث. والسفراء هم الأربعة طبعا، أول واحد قلنا عثمان ابن سعيد العمري اللي هو بالميدان، والثاني ابن محمد ابن عثمان ابن سعيد الخلاني العمري، ثالث حسين ابن روح النوبختي، والرابع علي بن محمد السمري. ابن ما يخص الشيخ حسين ابن روح قدس سره الشريف، في زمان أبا جعفر وهو محمد بن عثمان بن سعيد عند الاجتماع العلماء والوجهاء وكل الأعيان الشيعة الموجودين بسيد الشيخ الجليل محمد بن عثمان بن سعيد الخلاني، وقال لهم إذا أني رحلت من الدنيا فهذا هو خليفة من بعدي، وهو أشار على حسين ابن روح قدس سره الشريف في سنة 305 يتوفى محمد بن عثمان بن سعيد الخلاني العمري، استلم السفارة أو الوكالة هو حسين ابن روح قدس سره الشريف سنة 305 إلى 326، ما يقارب يعني 21 سنة. صاحب هذا المكان هو الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي سلام الله عليه، فمن هو هذا الرجل الصالح؟ ومتى استلم السفارة وكيف؟ كان الحسين بن الروح معروف في أوساط الشيعة بأن هو من المقربين من السفير الثاني والسفير الأول، ومن الناس المخلصين جدا، ومن أصحاب الإيمان والتقى والدين، لكن لا توجد أنظار عميقة عليه بأن هو السفير الثالث بشكل موسع، كون كان يوجد أحد المراجع الدين أو الناس العلماء الأفاضل في ذلك الزمان، الناس كانت تعتقد بسفارته بعد السفير الثاني وهو الشيخ أحمد بن متيل، لكن في حادثة وفاة السفير الثاني محمد بن عثمان سعيد كان الحسين بن روح يجلس عند قدميه والشيخ أحمد بن متيل عند رأسه، وكانت أنظار الشيعة ومحبي أهل البيت متجهة بأن السفير الثالث هو أحمد بن متيل، لكن جاء خبر من الإمام
سلام الله عليه بأن السفير الثالث يكون حسين بن الروح، وسئل العلماء وأحمد بن متيل على عدم سفارته للسفارة الثالثة، فكان يقول درجة إخلاص حسين بن الروح عالية جدا، بحيث ورد عن حسين بن الروح أن لو كان الإمام تحت ردائي وقردت بالمقارد لما بحت عنه. هو ذلك الصالح صاحب الكرامات، تلك الكرامات الممتدة من أيامه إلى أيام شهادته ووفاته إلى ما بعد ذلك. حقيقة في كل الأمور بمعجزات وببراهين، كان هو البيت بيت طبعا من الطين، وكانت امرأة كانت في هذا البيت سابقا، يعني أي تأخذ مثلا مرض أو واحد مثلا عنده لا سمح الله مرض الخبيث، يأخذ من هذا التراب بقدرة الله أن يشفي هذا المريض، وطبعا شفوا يعني 3-4-10 يأخذ من هذا ويودوه هناك يشفى بإذن الله تعالى. كان الشيخ أبو القاسم ذا ميزات وصفات ومناقب ومعجزات تحدث عنها المتحدثون. كان الحسين بن الروح النوبختي رضوان الله عليه صاحب إخلاص وصاحب ورع وصاحب دين وصاحب علمية وثقافة عالية جدا، بحيث انتخبه أو انتجبه الإمام أن يتولى السفارة الثالثة وأن يكون حلقة وصل بين المجتمع والقيادة، ولا يكون أيا كان بين المجتمع والقيادة إلا أن يكون بصفات عالية جدا، وأن يحفظ هذه الإمامة التي هي تجعل هي خاتمة الإمامة والقيادة، وأن يكون قيادة الإمام المهدي سلام الله عليه هي القيادة العليا في الأرض وخليفة الله في الأرض. وكان من صفاته أن كان يستقبل كل الآراء ويحاكي كل المجتمع بكل أطيافه، بحيث كان محبي أهل البيت يشعرون بعدالته، وكانت الأطياف الأخرى أو المذاهب الأخرى من غير محبي أهل البيت أو من غير أتباع أهل البيت يصفونه بالكياسة والعدالة. ورد في الخبر أن كان يدخل عليه 10 من الأشخاص من المخالفين لأهل البيت أو حتى من محبي أهل البيت، يخرجون من عنده 9 مخالفين له من أتباع أهل البيت، يرون أن أفكاره بدرجة محايدة جدا، والعاشر يخرج على مستوى شاك، لكن مقام الحسين بن الروح يعني سفير للإمام، كان يريد أن يحتوي كل الآراء وكل الناس وكل المجتمع، بحيث يوصله إلى درجة راقية من الكمال. ما قصة تلك الأسئلة التي كان يتسلمها من الناس؟ ما قصة حياديته ومقام سفارته؟ وفي زمانه كان الناس تعطي الرسائل لمن؟ لهذا الشيخ الجليل حسين بن الروح، أي مثلا مسائل أو مثلا قضية أخرى فيسلمونها إلى السفير الثالث وهو حسين بن الروح. ذاك يوم الناس ما صدقت بأنه حسين بن الروح خلال هذه الليلة وفي الصباح يوزع هذه الأسئلة وتوزع هذه المسائل، فما صدقوا، قالوا احنا كلنا نجتمع ايد واحدة ونصير
داير ما يدور عن كدائرة للضريح للغرفة مالت الشيخ الجليل حسين بن روح. يقول لما للصباح جاء يقول حسين بن روح قدس سره الشريف وفتح الغرفة وسلم إنهم رسائل موقعة من قبل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. يعني قالوا لا إحنا والله لا نعلم هكذا. قال الإمام هو يراكم وأنتم لا ترون الإمام. أولياء الله خط مرتبط بالسماء، مراقدهم تصان بالعناية الإلهية وباليد العسموية، والدلائل القديمة والحديثة موجودة. فتلك قصة عن نية الإنجليز إزالة هذا المرقد، وهذه قصة عن تفجير هذا المقام في سنة 2005، وما بينهما قصة السراق. في يوم من الأيام أكو شايب قال أنا كنت جاهل ومع أبي في هذا المقام، فأراد أن يعني يقلعون هذا كل البناء ويسووها بالدائرة حكومية أو مثلا في الشركة. فإجا الخبر أن أحد العلماء، أما سيد بن الحسن أو أحد العلماء الموجودين سابقا يعني تقريبا بالأربعينات بالخمسة وأربعين يعني 1945 هكذا، فدزوا الأعيان مال العراقيين. طبعا هم إنجليز كانوا مستحلين العراق، قالوا لي من القضية هالشكل هذولا أحد الخلفاء الموجودين والعلماء لأجل أحد سفراء الإمام المهدي، وإحنا عندنا هذا تاريخ وهذا كل الأمور الموجودة. يقول أني موجود مع أبي، وإذا جاء أحد يقول العلماء والسادة ومن هذول الإنجليز ومن الأعيان بالدولة يقول إجوا وفتحوا هاي، كانت غرفة هاي موجودة وسلازاد يعني الغرفة إحنا محددينها، الغرفة موجودة يعني. يقول دخلنا كشفنا يقول القبر، وإذا رجل كأنما يعني أمس مدفون، رجال يقول كبير وسط، يقول حد السادة ظلوا يمسحون في لحيته ويبوسوه، يقولوا يم السيف. فيقول أكو فذ نيشان موجود عند الشيخ. يقول أحد العلماء أو السادة راد يفتح هذه النيشان، يقول وإذا الإمام جالس هل قام قائمنا؟ يقول هذول الجماعة ما ولا واحد بقى من عندهم، يقول بس السادة والعلماء واللي يعني إنهم عندهم اطمئنان وعندهم إيمان بهؤلاء الأجلاء. يقول بقوا، قال له يقول رجع هذا النيشان، يقول له رجع كما هو. طبعا هذا الرجل قسما يقول، مو يقول يعني يقول سالفة أو رواية، وإنما يقول أبي يقول كان هنا على هذا المكان. فديوم من الأيام سنة يمكن بال2000 يمكن واحد أو 2001 تقريبا، جو أحد الحرامية يعني جو قالوا هذا ذهب وهذا زوالي، قتلوا هذا الحارس خطيه قتلوه، وجوا خذوا الزوالي وراح. الصبح طرقوا الباب ماكو، لما فتحوا الباب اجوا للشايب لقوا خطيه هذاك قاتلينه وماخذين هذاك بعد وين يلقوه. والى ثاني يوم لقوا الزوالي ولزموهم ثاني يوم. فهم حقيقة معجزاتهم كبيرة، وهم لو ما هم يعني موجودين ما صار هذا المقام الشريف، ولا أحد يعني وصل إلى زيارتهم، ولا واحد يمكن يجاليهم. مع العلم حتى بزمن صدام تجي من كل أقطار العالم، يعني في يوم جاء وفد من أمريكا إلى هذا، قال عندنا هذا إنه أحد السفراء الموجودين أمريكا إيران سعودية لبنان من سوريا من أي مكان تجي لزيارتهم. من معجزاته طبعا عندما الإمام
فجر هنا بسنة 2005 طبعا فجرنا هنا، خلونا عبا هنا بالداخل الجامع انهم القضية وفكرهم انهم حتى القبة تقع علينا. فحقيقة ما حد اجانا لا من الاوقاف ماكو احد. فذاك يوم انا قاعد بالباب واقف واذا الشخص يسلم علي السلام عليك، كتب عليكم السلام، قال انت سيد؟ قلت نعم والله انا سيد. قال مولاي انا وداني الامام، وداني الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف. قال يا حيدر اذهب الى حسين بن روح وشوف اللي صار بي، يعني انه الجامع صار يعني كخرابه يعني ما تدخل بي. فقلت مولاي انا ما اندل وين. يقول وصبني المكان، وقال تلقى سيد واقف بالباب وهو تقول له ويخليك تدخل. حقيقة أنا تعجبت، قلت عم أنا أول واحد أنا سيد إن شاء الله. وتفضل حيدر، اسمه حيدر الولد. فزار هنا وصلى وظل يبكي وعنده قصيدة لقاها القصيدة، وهو موجود بالكاظمين هو حيدر حاليا يعني. فقال لي يا سيد إيش محتاج هنا بالجامعة؟ حقيقة أنا تحيرت يعني شو أقول له. الجامع يعني لا كاشي ولا جام، وجامع يعني كمحترق يعني. قلت له شو أقول لك يعني؟ قلت له هذا أول وحدة الجام ولا باقي جامع، يعني إحنا ما يقارب 14 جونية من الجامع إحنا ذابينه. شو أقول لك يعني؟ قال لي هو هذا. قلت له بعد أحسن. ذهبنا أنا وياه ورحنا جبنا هذا بالجام. الرجال سوانا الجام، بعدين ظل على الكاشي، وإلى أن هو خطية هو وزوجته ما يتركوا بالكاشي مال الجامع وسووه. يعني احنا قصدنا انه هاي معجزات حسين ابن روح قدس سره الشريف. أشار خادم هذا المكان ومؤذنه إلى أنه تشرف بإحساس وجود صاحب الزمان سلام الله عليه ونزوله مع السفراء في هذا المكان في ليلة من الليالي ويوم من الأيام. كنت في زمان صدام، كنت بقيت هنا مكان الحارس، كان عندنا حارس وبقيت مكانه هنا يومين. فهاليومين هذا أنا أذن وأصلي بعدين أظل أو أنظر للشباك، ماكو ولا بشر يعني موجود في الجامع، فقط بس أنا موجود وبالقاسم. وإذا يعني فد شون يعني فد صوت قوي دخل بالجامع، ما أعرف وين دخل. أجى النزول، نزلوا يم الضريح يم الرأس، يعني حتى الضربة ضربة يعني بشر نزل. الضوء كله طفى والنوب اشتعل منه ومن كيفه. حقيقة أنا تعجبت، صحت اللهم صلي على محمد وآل محمد، وتقدمت يعني ما يقارب 3 مترات. ظليت أنظر أني صوت اسمه الرؤية ما شفت بشر، وإنما بس الرجلين يعني لحد الآن أحسبهم 3-4 3-4 هش يعني 4-5 هش يعني المشي مال الرجلين. فسلمت عليهم أنا عربة أنه الإمام عجل الله فرجه الشريف، وهذول باقي السفراء هم موجودين أحياء طبعا. فرجعت لفراشي وقعدت. يوم الثاني نفس العملية. فحقيقة قلت له سيدي أنا أعرف أنت الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهذول السفراء وأني سيد، وانت تعرف حسبي ونسبي. مولاي حتى ولو أراك فالشيء قليل مو ليطمئن قلبي، لا والله أنا مطمئن، وإنما أريد أن أرتاح نفسيا يعني. فرؤية ما رأيت، ولكن الرجلين اللي أحسبها الشكيل يعني أنه 4-5 العدد مالهم. ورجعت لي ورا سلمت ورجعت. العائدية الإدارية لهذا المكان أو لأي مكان
هي سبب مهم من أسباب تطوره. هذا المرقد يعود إداريا إلى مديرية المراقد والمزارات التابعة لديوان الوقف الشيعي، شهد تغييرات كثيرة، والمستقبل قادم بالأكثر إن شاء الله. يعتبر مزار الحسين بن روح النوبختي كمن أحد المزارات التابعة إلى الأمانة العامة للمزارات الشيعية الشريفة، وتبعية الأمانة العامة للمزارات تكون إلى ديوان الوقف الشيعي. حركة الزوار لن تنقطع عن هذا المكان، فكلام عنها من قبل سقوط الطاغية إلى ما بعد وفترة الإرهاب الأعمى إلى هذه الفترة التي تشهد استقرارا ولله الحمد. بالطبع تعتبر أغلبية الزوار الذين يأتون إلى قبر الحسين بن روح النوبختي يعني لا يلتزمون في وقت محدد، وإنما على طول أيام السنة، أيام المناسبات والأعياد، وتلقى العديد من الزوار مالئين مكان قبر الحسين بن روح النوبختي، ويأتون زوار من كافة بلدان العالم، من الدول، من إيران، من البحرين، من السعودية، أغلبية الدول المجاورة يأتون للبركة زيارة الحسين بن روح النوبختي، فلا يلتزمون في وقت محدد. هنا تصلي الروح بمحراب الإمامة، وهنا الأجساد والأبدان تزاحم القلوب، فتقام هنا الشعائر ويعلو صوت ينير البصائر، هو صوت رب العزة في هذا المكان. I can't.